اعمل مطعم. نروح على دوت ملك مصر السياحه نظرا لانه اخر وبيديروا شركه الدول العربيه واحنا كلنا طبعا شركه الدول العربيه. لا هو المطعم اسمه مطعم خالد خليجي واخر نجيب محفوظ. هو كان اللي حصل نجيب محفوظ كان بيجي هنا زمان وبيقعد في المكان ده اللي هناك بره وكان دايما قاعدين قعدته هنا الصبح لان كان بيته هنا قريب من الجماليه. فلما خد نوبل 88 اتحزنا اسم المكان ده باسم نجيب محفوظ اتيكيت كمان يعني حاجه ليه هو يعني. فخلينا نجيب محفوظ بسبب ان هو خد نوبل وانه كان بيقعد هنا دايما كتير ويمكن مش ملموس قوي احنا بنلمسه. يعني انا هوريكي برشوم صغير عامله لنجيب محفوظ بتاريخ كده يعني حاجه مختصره عن تاريخه. اللي كان بيجي لي الامريكان مثلا هو سنه 2009 ولا 2010 والبريتش فدولي انا عايز لما اروح بلدي اقول ان انا كنت في قهوه او مطعم نجيب محفوظ. ايه اللي يثبت؟ فبدي له برشوم بتاع المطعم. قال لي لا عايز حاجه تثبت نجيب محفوظ. فعملت صورة ورول صغير كده اتحط في الجيب صورة نجيب محفوظ ونبذة تاريخية عنه والمكان وحتى الخريطة بتاعته على أساس إنه لما يروح بلده منها دعاية ومنها في نفس الوقت هو يشعر إنه يكون فخر إنه مع جيرانه وأصدقائه إن أنا كنت في نجيب محفوظ في مصر. نجيب محفوظ اسمه كبير أوي إحنا كمصريين بس عيبنا إن إحنا مش حاسين. لا في ناس كتير حاسه يعني بس ناس اكتر مش حاسه بقيمه نجيب محفوظ كرجل صحفي مثقف يعني وكاتب عالمي. لان القصص بتاعته لو اوريك المكاتب اللي هنا المكتبه بتاعته بالانجلش وبالعربي وبالاسباني القصص بتاعته مكتوبه. طب يعني نجيب محفوظ ياخد وقت قد ايه ان هو لا كان بيجي الصبح يقعد بالظبط 3-4 ساعات في وشه. طيب في حاجة معينة بيطلب حاجة معينة بيشرب حاجة معينة؟ هو كان حريف قهوة. ما كانش بيشرب شيشة طبعا بس كان بيشرب قهوة. يحب سندوتشات فول طعمية قوي. حاجات دي يعني حاجات شعبية كلها طبعا. هقولها لك حاجة 80% من سفراء الدول الأجنبية في مصر أغلبية المثقفين ممكن لما أقول مثلا الكتاب الكبار اللي لهم أعمدة في الأهرام ومصر اليوم بتاع مين؟ ممثلين قليل لأن على بال ما يوصل لي هنا هيتبهدل بره. كده يعني ممثلين بيبقوا قليلين شوية. الملك أحمد فؤاد كمان لما جه مصر قال لك لازم أجي